أنا أوجه الكلام إلى كل مسلمة رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا ونبيًا، إلى كل فتاة سلكت طريق الحق وحملت رسالة الصدق، إلى كل مربية جاهدت بكلمتها وحافظت على قيمها وزكت نفسها، إلى كل أم ربت أبناءها على التقوى وأنشأتهم على السنة وحببت إليهم الفضيلة، إلى كل مهمومة حزينة، اسعدي أيتها الأخت وافرحي بقرب الفرج ورعاية الله وعظيم الأجر وتكفير السيئات. والجواب الذي أجيب كل إنسانة تتصل بي عن طريق الهاتف وتعرض علي مشكلتها، هذا الجواب هو: أيها الأخت الفاضلة، إذا عرفت الله عز وجل كنت أكبر من أكبر مشكلة تعانيها، وإذا لم تعرف الله عز وجل كنت أصغر من أصغر مشكلة تعانيها. بين أن تكوني أكبر من أكبر مشكلة تعانيها وبين أن تكوني أصغر من أصغر مشكلة تعانيها المرأة. أيها الإخوة الكرام، في هذه الخطبة أناشد المرأة أن تسعد بدينها وأن تفرح بفضل الله عليها وأن تستبشر بما عندها من نعم، إن هذه النعم محيطة بنا من كل جانب ونحن في غفلة عنها. أناشد كل إنسانة مؤمنة أن تبتسم بسمة أمل، أمل بالله، وأن تستشرف الفرج كإشراقة الفجر. لكل من ضاق صدرها وكسر همها وزاد غمها، أناديها بانتظار الفرج وترقب اليسر بعد العسر، أخاطب عقلها الذكي وقلبها الطاهر وروحها الصافية لأقول لها: اصبري واحتسبي، ولا تيأسي ولا تقنطي، تفاءلي فإن الله معك، والله حسبك، والله كافيك، والله حافظك ووليك. اطردي فلول الأحزان وأشباح الأوهام وكوابيس الخوف والقلق، نظفي ذاكرتك من ركام الأوهام وأكوام الوساوس، والتفتي إلى ربك وإلى منهجه وإلى عبادتك وإلى معرفته وإلى طاعته، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل من بعد عسر يسرا. صدقوا أيها الإخوة، ما من بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه فتاة تخاف الله وتحبه، ولكن تنتظر الزوج المؤمن الذي يرعاها، الذي يحفظها، الذي يلبي حاجتها إلى ولد يقول لها: ماما، أتمنى عليك أيتها الأخت الكريمة أن تكوني مصلية، صائمة، قانتة، خاشعة، متحجبة، محتشمة، وقورة، رزينة، متعلمة، مطلعة، واعية، راشدة، وفية، أمينة، صادقة، متصدقة، صابرة، محتسبة، تائبة، منيبة، ذاكرة، شاكرة، داعية، واعية، تابعة لآسيا ومريم وخديجة، مربية للأبطال تصنع الرجال، راعية للقيم، حافظة للمثل، غيورة على المحارم، بعيدة عن المحرمات. ننتظر بسمتك الجميلة التي تبعث الحب وترسل المودة للآخرين، ننتظر كلمتك الطيبة التي تبني الصداقات الشرعية
وتذهب الأحقاد، ننتظر صدقتك المتقبلة التي تسعدين بها مسكيناً وتفرحي فقيراً وتشبعي جائعاً، ننتظر جلسة مع القرآن الكريم تلاوة وتدبراً وعملاً وتوبة واستغفاراً، ننتظر منك كثرة الذكر والاستغفار وإدمان الدعاء وتصحيح التوبة، ننتظر تربية أبنائك على الدين وتعليمهم السنة وإرشادهم إلى ما ينفعهم، ننتظر الحشمة والحجاب الذي أمر الله به وهو طريق الصيانة والحفظ، ننتظر صحبة الخيرات ممن يخفنا الله عز وجل ويحببنا الدين ويحترمنا القيم، ننتظر بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وكفالة الأيتام، ننتظر القراءة النافعة والمطالعة المفيدة مع الكتاب الممتع الراشد. نتمنى أيتها الأخت الفاضلة ألا تصرفي عمرك في التوافه من حب الانتقام ومجادلة لا خير فيها، نتمنى ألا تقدمي المال وجمعه على صحتك وسعادتك ونومك وراحتك، نتمنى ألا تتتبعي أخطاء الآخرين واغتيابهم ونسيان عيوب النفس، نتمنى ألا تنهمك في ملاذ النفس وإعطائها كل ما تطلب وتشتهي، نتمنى ألا تضيعي وقتك مع الفارغين وإنفاق الساعات في اللهو، نتمنى ألا تهمل الجسم والبيت من النظافة والروائح الزكية والنظام، نتمنى أن تتذكري مصيبة الناس فيما يعانون وأن الله قد عافاك من كل هذه المصائب، نتمنى ألا تنسي الآخرة والعمل لها والغفل عن تلك المشاهد، نتمنى ألا تهدر المال في المحرمات والإسراف في المباحات والتقصير في الطاعات. أيها الإخوة الكرام، المرأة نصف المجتمع، والمرأة المؤمنة أحياناً تمر بالإحباط لأن فصلها الأول والأخير أن تكون زوجة لرجل قوي كريم مؤمن طاهر. والله الذي لا إله إلا هو أردد هذه المقولة، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. أدخل هذا العمل الصالح في برنامجك اليومي، ألك قريبة؟ ألك أخت تعرفها شريفة طاهرة صادقة مؤمنة تائبة؟ دل عليها، اسعى إلى زواجها، لأنه إما أن يكون المجتمع منضبطاً بالزواج أو متفلتاً بالسفاح، وصدقوا ولا أبالغ أنه كلما ضيقنا سبل الزواج اتسعت أبواب السفاح، وأعداد البيوت بيوت الدعارة في المدن الإسلامية أرقام لا تصدق لا تصدق، ضيقنا سبل الزواج فانفتحت أبواب الحرام، والمرأة اليوم مبذولة ورخيصة. وكنت أقول دائماً كلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، وكلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. المرأة نصف المجتمع، في الإسلام المرأة أخت أو بنت أو أم أو زوجة، وكلها علاقات مقدسة، ما في بالإسلام خليلة ولا عشيقة ولا في امرأة تعيش بسدييها تمتهن الدعارة، هذا كله جاءنا من عالم الغرب. قال تعالى: ولا يخرجنكما
من الجنة فتشقى. الآية تشقى، أما بحسب اللغة أو بحسب السياق اللغوي ولا يخرجنكما من الجنة فتشقيا. شقاء الرجل شقاء حكمي لزوجته، وشقاء المرأة شقاء حكمي لأبيها وأمها ولأولادها ولأخواتها ولإخوتها ولمن حولها. الله عز وجل يقول: سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال أن تكون الزوجة على ما ينبغي، والبنت على ما ينبغي، والابن على ما ينبغي، ولو حققت كل أنواع النجاح في الأرض ولم يكن أولادك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. يا أيها الإخوة، دعونا من سماع المواعظ إلى عمل، إلى حركة، إلى مسعى، إلى جهد، إلى تعب، إلى إنجاز. دعونا من ما ألفناه من الخطاب الديني. ما شاء الله، خطيب متكلم أتى بالآيات والأحاديث. نريد الواقع. لماذا واقع المسلمين لا يرضي؟ لماذا يعاني بلدنا من العنوسة؟ هناك أسباب كثيرة. لماذا ينصرف الشباب عن الزواج؟ هناك أسباب كثيرة. الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيامى منكم. أمر في القرآن الكريم من قبل خالق السماوات والأرض، والأمر موجه إلى الجماعة، وهو الجماعة. أنكحوا يعني مهمة المجتمع أفراداً وجماعات وحكاماً أن يسعوا إلى تشجيع الأسرة، تيسير السبل، تيسير البيوت، خفض النفقات، رفع الدخول، هذا كله يحقق هذا الهدف. إما أن يكون النكاح، أو أن يكون في مدينة من مدن الدول العربية. 70,000 بيت دعارة. الأرقام التي أعلمها علم اليقين لا يمكن أن تصدقوها، لأن سوق الزواج بارت، العنوسة تفشت، في كل بيت عدة بنات. ليس يأتي من يقول: ما عندكن من بنات. أيها الإخوة الكرام، هذه مسؤوليتنا جميعاً. ما لم تحل مشكلاتنا، ما لم تهبط نسب البطالة، ما لم تهبط نسب الفقر، ما لم تهبط نسب الأمية، ما لم تهبط نسب العنوسة، ما لم تهبط مستورداتنا وترتفع صادراتنا، ما لم نلغي البأس بيننا ونجعله على أعدائنا، ما لم نتحرك، ما لم نخرج من عزلتنا، ما لم نخرج من نظامنا الرتيب، نأكل ونشرب ونعلق على الأخبار ونوزع التهم على الناس ولا نفعل شيئاً. هذا نموذج صار، أصبح هذا من ثقافتنا. ثقافة اليأس، ثقافة الإحباط، ثقافة الشك في كل ما يقال، ثقافة إفراغ كل إنجاز من مضمونه. لا يصدق المسلم شيئاً إيجابياً، لك تمثيلية غير صحيحة، مؤامرة، ثقافة المؤامرة. هذا مجتمع، نحن بشر وغيرنا بشر، لا بد من أن ننتمي للمجموع، لا بد من أن نحمل هموم الأمة، لا بد من أن نسعى لشيء، لا بد من أن يكون الواحد منكم رقماً صعباً. في رقم بسيط جداً، ذكرت هذا من قبل، بحثك عن الوطنية وعن حقوق الإنسان وعن المبادئ وعن وعن، خطيب يكون موظف يعني وممتنع عن تنفيذ هذا الأمر للأسباب التالية، كلها أسباب قومية ووطنية، بيأخذ مبلغ تنحل المشكلة، التغت كل قناعاته. هذا رقم يسير، له ثمن هذا الإنسان. مهما ارتفع الثمن، ما دام لك ثمن لا قيمة لك. المؤمن رقم صعب جداً ليس له ثمن.
لا يغير قناعاته مهما دفعت له. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أيها الإخوة الكرام، أنا أخاطب الشباب الآن، لما لا تكون شيئاً عظيماً؟ الأمر بيدك والله، والله البطولة لا تحتاج إلى مال ولا إلى نسب ولا إلى بيت فخم. أبطال العالم عاشوا في بيوت متواضعة جداً وفي فقر مدقع. أريد أن أثير في الشباب بالذات روح البطولة. ألا تستطيع أن تكون صادقاً لا تكذب أبداً؟ ممكن. ألا تستطيع أن تكون أميناً ألا تخون أبداً؟ ممكن. ألا تستطيع أن تكون عفيفاً لا تزل قدمك أبداً؟ ممكن. ألا تستطيع أن تضبط لسانك؟ ممكن. ألا تستطيع إذا دخلت إلى البيت أن تكون كأحد أفراد البيت رحيماً بمن حولك؟ ممكن. المبادئ الأخلاقية لا تحتاج إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى منصب. قد تكون أسعد الناس وأنت في مرتبة دنيا. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، لك هذا العمر عند الله لا يزيد ولا ينقص، وبعدها إلى حياة أبدية، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. أفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح، دخل هالبرنامج. نحن ألفنا أن نصلي قيام الليل، شيء رائع جداً، وأن نشعر بلذة القرب، شيء رائع جداً، وأن نعطي مبلغاً بيد فقير. لكن هل نوعت أعمالك الصالحة؟ هل جعلت من أعمالك الصالحة أن تدل على فتاة مؤمنة طاهرة عفيفة نقية تنتظر شاب كريم لا تفاتش معه بشيء، بل أن يكون لها زوج يحميها وتنجب منه ابناً يكون ثمرة لعملها الصالح؟ يجب أن ندخل هذا العمل الصالح في حساباتنا اليومية. مرة شكوت لأحد الإخوة، أخ له أخت متزوجة من أحد أخواننا، شكوت له أخته وقسوتها في معاملة زوجها. قال لي خليه يطلقها أريح له. أخوها يعني ما بتفكر تصلحها أبداً؟ ما بتتنازل تنصحها؟ يطلقها. في تفكك أسري صار عندنا، ما في اهتمام. الأخت تزوجت تزهو على أخواتها غير المتزوجات، اليوم أخذني المحل الفلاني، اليوم سهرنا عند فلان، اليوم عملنا عزيمة، والأخوات بالبيت العانسات عم تنظرنا إليها. كبر وافتخار وزهو. هكذا المؤمنة؟ أيها الإخوة الكرام، سمعت مرة كلمة، يعني كيف أن الإنسان حينما يقوم بعمل بطولي يشعر بنشوة مع الله؟ يجب أن تنوع أعمالك البطولية. أنت حينما تنتمي لمجموع الأمة أنت قريب من الله، أنت حينما تحمل بعض هموم المسلمين أنت قريب من الله، أنت حينما تصلح بين الإنسانين أنت قريب من الله. الأعمال الصالحة أيها الإخوة لا تعد ولا تحصى، بل إن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. العمل الصالح هو علة وجودك في الأرض. الدليل عند الموت على ماذا يندم من جاءه الموت؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. العمل الصالح علة وجودك. أما حينما تعيش بلا هدف، أيها الإخوة، والله ما رأيت أتفه من إنسان غارق في النعيم لكن لا هدف له أبدا. هدفه أن يأكل ويشرب ويستمتع وحده ولا يعبأ بأحد. ما لم تنتمي إلى المجموع، ما لم تحمل هم الأمة، ما لم تحمل هموم العوانس،
ما لم تحمل هموم الفتيات المؤمنات الطاهرات العفيفات اللواتي ينتظرن الأزواج، ما لم تسهم بتخفيف مشكلات الأمة، كيف يرضى الله عنا؟ أيها الإخوة الكرام، أضعكم بحجم هذه المشكلة، من أكبر المشكلات التي يعاني منها المجتمع في سوريا. نسبة العنوسة 50%، وكلما ضاقت سبل الزواج اتسعت سبل الزنا. يعني في بعض الإحصاءات التي تمت عن طريق مقابلات مع طالبات في الجامعة، قد تفاجأ مفاجأة صاعقة أن عدد كبير ترتكبن الفاحشة ببساطة وكأنها لم تفعل شيئا. ففي مجتمع في خطورة، فكل واحد لو تمنى على الله أن يجعل زواج فتاة من قريباته على يده، هذا مشروع. كل واحد منا له أخت، له بنت أخت، بنت أخ من محارمه، ويعرفها طاهرة نقية، ليسعى لزواجها، له أصدقاء، له يعني كل ما وجد شاب مؤمن يليق بها وهي لا تطالبه بشيء إطلاقاً. هلا الطلب زواج بسيط بغرفة واحدة. والله في بلدة بغوطة دمشق اجتمع وجهاء البلدة واتفقوا على أن المهر خاتم سحب وساعة فقط وغرفة ومنافع، وإلا عم الزنا، عم السفاح. مشكلة كبيرة جداً أيها الإخوة. بيوتات المسلمين، والله أتلقى اتصالات عديدة باليوم الواحد، بنت تبحث عن زوج طاهر مؤمن، لا تطالبه بشيء، لا تريد شيئاً إلا أن تكون أم لطفل يملأ البيت سعادة فقط. فكلما الإنسان حقق مصالحه الشخصية وانسلخ من المجتمع يصغر من عين الله، وكلما همه ما يعانيه المجتمع يرتفع عند الله. لذلك أرحم الخلق بالخلق رسول الله، بالخلق بالكفار، يبكي عليهم، ضربوه، جاءه ملك الجبال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع يديك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي. اعتذر عنهم: إنهم لا يعلمون. وانتمى إليهم: قال: قومي. ودعا لهم أن يكون من أصلابهم ذرية صالحة. هذه مقام النبوة. لا تعيش لشهواتك، لا تعيش لمصالحك الشخصية، كن إنساناً عميم الخير. ماذا قال الله عز وجل؟ إن إبراهيم كان أمة كان، لأن أعماله الطيبة ودعوته الصادقة في قلوب الخلق جميعاً. عمل برنامج، يجب أن أطلب من الله أن يكون زواج على يدي ممن يلوذ بك من قريباتك. فإن لم يحل الزواج النكاح محل السفاح فنحن في مشكلة كبيرة، في مشكلة كبيرة جداً. وأنا أتمنى كل أخ من طلاب العلم، من رواد المساجد، له بنات، له أخوات، له بنات أخوات، بنات إخوة، يعمل لقاء أسبوعي له. شو سمع بها دروس؟ آية، حديث. لما البنت تلتفت لله عز وجل، تلتفت لمعرفته ولكتابه، ممكن تكون داعية صغيرة، تنسى همومها. المشكلة الآن الفتاة تنتظر الزوج، ما بيجي، بيجوا ما بيرجعوا مرة ثانية. والله أيام بتلقى اتصال وتبكي على الاتصال، اجوا ناس كثير خطبوا وما رجعوا، في مشكلة، حدا كاتب لي شيء أستاذ. بدخل بقى التفسيرات الخرافية، حدا كاتب لها حتى ساحرة، مو هالقصة، مو هاد، لم يأتي النصيب بعد، هذا أمر بيد الله عز وجل. لما تنشغل الفتاة بهدف عظيم، ليست عندئذ تنتظر الزوج فقط، تنتظر رحمة الله، تنتظر معرفة الله. فلي من طلاب العلم، ما لك سمعان بها 30 سنة شيء آية حديث موضوع لطيف،
اجمع بناتك، بنات أخواتك، بنات أخواتك أو بنات إخوانك، اعمل لهم درس أسبوعي بفقرة من القرآن والسنة، قصة عن صحابية جليلة. يعني ما تكون سلبي، ما تكون سلبي. أخواننا الكرام، سيدنا عبد الله بن رواحة عينه النبي قائداً ثالثاً في معركة، فأول قائد سيدنا زيد استشهد، أخذ الراية سيدنا جعفر استشهد، جاء دوره، الموت محقق. فكان شاعر قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. وأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل. الآن النبي يتحدث عما جرى، قال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة. تمام. ثم أخذها أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني أرى مقامه في الجنة، رآه يطير بجناحين. وسكت. لما سكت النبي قلق الصحابة على القائد الثالث، قال: ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذها عبد الله وقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزوراراً عن صاحبيه. هبط مقامه. كم تردد؟ مرة أحصيت بالثواني البيتين شعر: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. شيء 12 ثانية، تردد 12 ثانية هبط مقامه. نحن الآن الدعاة ماذا يطالبون الناس؟ بس بحضور الدرس فقط. تردد ببذل نفسه هبط مقامه. نقول لك: اسعى لزواج فتاة ممن يلوذ بك. بس اسعى لها. أيام بيكون شاب يبحث عن زوجة، وأخوها صديقه، قل له: عندي أخت مناسبة لك. عيب نعرض بنتنا؟ عيب؟ ما قال عيب، قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. سيدنا شعيب، ما في عيب لا أبداً. عندك بنت، عندك أخت جيدة، لك رفيق جيد، قال له: والله عندي أخت مناسبة لك، وما منفادش معك شيء. نحن يعني أنا هالخطبة بتمنى كل واحد منكم يطلب من الله أن يجري على يده زواج فتاة من أقربائه، لعل الله عز وجل أن تخف هذه المحنة. مأساة كبيرة جداً ومشكلة كبيرة، والشباب عماد الأمة. نحن يعني اللي طالع عن السبعين هذا التاريخ صفي، والأربعين للخمسين هذا الحاضر، والشباب من هم؟ المستقبل. الشباب مستقبل الأمة. فيا أيها الشباب، ابحثوا عن زوجة صالحة. وأنا في حديث بالجامع الصغير بقرأه بقشعر جلدي منه، في مجموعة أحاديث: حق الله على عباده، حق الزوجة على زوجها، حق الزوج على زوجته، حق الأخ على أخيه، حق الأب على ابنه، حوالي 30 حديث، بس في واحد منهم تقرأه فيقشعر جلدك: حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. لا كثير تحسبها، اطلب من الله العون، وابحث عن زوجة بوقت مبكر، لا تتأخر كثير، لأنه الآن الوضع في فتن كبيرة جداً. وأيها الآباء، سهلوا طرق الزواج، تساهلوا بأشياء كثيرة، فلعل الله سبحانه وتعالى يرحم هذه الأمة بتخفيف نسب العنوسة فيها. نحن نعاني من هذه المشكلة. الفتاة المؤمنة إذا عرفت ربها كانت أكبر من أكبر مشكلة تعانيها، والتي ما عرفت ربها تكون أصغر من أصغر مشكلة تعانيها. أنت حينما تربي بناتك على معرفة الله وطلب الآخرة وفهم كتاب الله والدعوة إلى الله، يعني الفتاة تتمنى الزواج، لكن هم الأول أن تعرف الله. فراغها امتلأ، أصبحت إنسانة مقدسة، أصبح لها هم سامي ما
معرفة الله، العمل لخدمة عباده، يعني اشغل ابنتك بهدف النبيل. أما أنه الملاحظ أن كل بنت تنتظر الخاطب، عم تستنى، مو معقول، شيء صعب جداً، والأمور ليست بيد الإنسان. فيا أيها الإخوة، يعني كل إنسان سأل الله شيء، الله يعطيه إياه. ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا، ما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا. اطلبوا من الله أن يجري عليكم هذا الخير، أن تزوج فتاة ممن يلوذ بك على يدك، ولعل الله سبحانه وتعالى يخفف عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم.